لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. كنبغي نوجه التحيه ديالي لكاع البنات اللي كيدعموني، وكنبغي نشكر البنات اللي كيخلوا لي كومونتير زوينين بحالهم. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. عندنا اليوم الدرس ديال الكسوا كلوش. صافي، ديجا راه لايحه في القناه، غير كاين اللي كيفهم على الثوب مباشره، وكاين اللي كيطلب تصليلي على القاغيط. كل واحد والطريقه باش كيفهم. انا غنحاول الموديل اللي حطيت نديرو على الثوب مع البنات في الورشه، ونديرو لكم في الورق. اللي ما فهمش هنا يفهم هنا، واللي فهم هنا يزيد يكمل في على القاغيط. صافي، يلا نبداو بسم الله على بركه الله. عندنا كميه الثوب 3 متر اونص. هذا الموديل هذا كيهز 3 متر اونص، يعني كياكل الثوب بزاف. عندي طول هنا هو 3 متر، 3 متر اونص، وعندي هنا العرض فيه متر اونص. صافي، هذا هو العرض وهذا هو الطول. ردوا معايا بلاش غندير، غادي نتني 3 متر اونص على جوج بهذا الشكل هذا. صافي، وغادي نهز يعني تنيتها، وغادي نجيب البلاصه المحلوله عند البلاصه المحلوله بهذا الشكل هذا. صافي، يعني تنيتها ياك، عطاتني هذه الزاويه هذه. غادي نحاول غادي نجيب هذه البلاصه المحلوله عند البلاصه المحلوله، ما نجيبش البلاصه المحلوله على المسدوده. هذا المسدود هذا نخليه نستغلو، عطى الله ما يدار به. صافي، بهذا الشكل هذا. كنقولوا يا حنايا هذه البصلات المثلث، الناس المهم خياطات معروفه بالبصلات المثلث. دابا هذا الموديل هذا غير الصايه بوحدها كتهز ليا 3 متر. كيشيطوا ليا غير شي تخربيقات لتحت، كنخدم بهم القدام والخلف، وهذا القدام والخلف واسمو ديرونجاني الصداع. نسد الباب بلا ما تقطعي، نسد الباب على حساب الصداع. كملوا. صافي، شتي عطاني هنا شكل مثلث. صافي، وغنبدا الخدمه ديالي. اول حاجه غادي نخدم، باش غنخدم غنخدم دوره الصدر، دوره الصدر القاعده ديالها مقسمه على 4. صافي، دوره الصدر مقسمه على 4 ناقص 2 ولا 3. هاد العبار هذا ياك مثلا عطاني مثلا 28. صافي، دوره الصدر مقسمه على 4 ناقص 2 ولا 3. هاد 2 ولا 3 غتعرفوني علاش غنقصها في هاد الموديل هذا. كي غندير ليها مثلا عطاتني 28، غادي نجي لهنا وغادي نقلب 28 في غتجيني. صافي، نحاول نخدم هاد المسطره هذه صغيره باش يبان لكم. غادي نقلب على 28 في غتجيني، نخدم نديرها 25 مثلا، جاتني هنا ها هي. صافي، واحد النقطه اخرى اللي مهمه، العبار اللي عندي من هنا لهنا يكون عندي من هنا لهنا، حتى الا كان كاع نقص يكون ناقصه بشي سنتيم ولا جوج. العبار اللي يكون عندي هنا يكون عندي هنا، تفهمنا؟ غادي نجي للنص، غادي نحاول نقادها، وغادي نجي للنص وغادي نهبط بواحد سنتيم ولا جوج. خاصها تكون هكا مدوره، ما تكونش غادا ديريكت. صافي، تفهمنا على هذه النقطه. عندي ارتفاع الامام، ارتفاع الامام. البنات حاولوا ما تجيش وتدخلي للدرس ديالك، رجعي للدروس السابقين. اول درس هو طريقه اخذ المقاسات، ثاني درس هو تسبيق الكورساج، كيفاش كنطبق الكورساج وكيفاش كنطبق القواعد. ضروري خصك تشدي دوك الدروس مزيان، على ديك الساعه الموديلات راه كتكوني اصلا انت شاده الكورساج. بحال هاد الموديلات كيولوا كيجوك ساهلين. الامام مثلا عندي فيه 40، وقفي. ارتفاع الامام عندي فيه 40. صافي، ديري ليا، ديري عندي انا ارتفاع الامام كنشدو من هنا، من هاد النقطه هادي. علاش قلت لكم رجعوا لدرس المقاسات؟ كنشدو من هاد النقطه، كندوز على الصدر، كنسول الكليانه اين بلاصه فين بغات تحزم، فين بغات الحزام هي. صافي، انا ارتفاع الامام عندي في كساويه كندير فيه 40. صافي، غادي نخدم ب 40. اش غندير؟ 40، وعندي الطول، طول الكلي مثلا عندي فيه 140. اش غندير؟ غادي نجي وغادي نخرج ديك 40. هاد 40 ديالاش، هاد 40 ديالاش، هاد 40 هي ديال ارتفاع الامام. صافي، حيت انا دابا خدامه في الصايه، غنخرج ديك 40 ها هي. صافي، وغادي نعبر 140، غادي نعبر طول الكلي. فهمتوني شنو قصدت؟ صافي، عندي ارتفاع الامام فيه 40، ها هو. انا اش خدامه دابا؟ خدامه غير في الصايه،
غادي نحيد ربعين ديال ارتفاع الامام، غنثنيها ولا نطلع على الفوق بحال هاد الشكل هذا هكا باش كنخدموا حنايا. كطلعيها وكتخدمي من هاد النقطه هادي، كتحسبي من هاد النقطه كتحسبي داكشي اللي بقى لك من الى نقصتي 40، يعني بقات لك 100. غنجي من هنا وغادي نحسب ديك 100 فين جاتني. مثلا جاتني هنا، جاتني في هاد النقطه، اش غندير؟ ماشي غادي نجي وغندور، لا غادي نطلع للفوق. عطاتني ها هي الطول، غادي نجي من هنا عاود ونعاود نعبر هاد ثلاث، هاد العبر هذا شحال عطاني صافي، وكنبقى غدا وكنفرق فيه. ولكن انا غنرجع لكم لهنا حيت انا جاني هذا قصير، غنخدم لكم على هاد الطول هذا، غنخدم على هاد الطول هذا. عطاني 14 ياك، غنطلع للفوق. علاش كنطلع للفوق؟ كنطلع للفوق باش مني نعوج، مني ندور السنتيم يجيني نفس العبر من نقطه وحده. اما الا جيت من هنا، الا نمشي معكم دقه دقه، الا جيت من هنا وخديت 15 ها هي مثلا 14، غنجي لهنا غنعاود ندير هكا، يقدر تبدل لي العبر. اللهم كنشد الطول ديالي ها هو ياك، ها هو 14، وكنجي من هنا من الفوق وكنعبر شحال داكشي اللي عطاني كندور به صافي. كنتمنى باش نكون وصلت لكم الفكره. عطاني هنايا 20 ونص، غنبقى غدا وكندير كندور صافي. هذه هي الصايه ديالي، ردوا البال مقص هو، ردوا البال اشنو غنقطع. غنقطع هنا نحيدو، شوف شحال ديال الثوب كيمشي ليا، راه تقريبا كيمشي ثوب كامل. وهاد البلاصه هادي غنحيدها بهذا الشكل هذا صافي. هادي انا ما كنلوحاش، اغلبيه الكليان ملي كتجي عندي كان انا هذا كندير فيه الفرفر ديال اليدين، اللي بغات الفرفر، اما اللي ما بغاتوش راه ما كنديروش ليها صافي. وكنجي كندير هكذا، كندير الصايه ديالي بهذا الشكل هكذا، وكنشوف واش مقادين ولا ما مقادينش. تقريبا كتكون هي 1 سنتيم ولا سمو صافي. كنعبر كنشوف واش هنا قد الجهه الاخرى صافي. ها هي الصايه ديالي كنحلها. راه عرفتي هاد الطريقه هادي راه طريقه ناجحه 100% صافي. ها هي الصايه ديالي، كنحيد الصايه كنجمعها، كيبقى ليا الامام والخلف والكمام. غادي نخرج الامام والخلف، نخرجو هنا صافي. راه هكا كنديرو حتى للثوب بحال هكذا، نفس القياس، نفس الطريقه. كنتني هاد البلاصه، وهاد البلاصه هادي الطويله كنخليها لسمو صافي. غادي ندير معكم القواعد، بغيت الامام مسدود والخلف مسدود. غادي ندخل بسبعه وغنهبط بجوج قاعده. هذا الكول، كنعبر من هاد النقطه هادي، من هاد النقطه، من هاد النقطه هادي، هادي الصفر، كنعبر الكتاف قاعده، كتاف مقسومين على جوج. مثلا عندي 40 غتعطيني 20، غادي نحط هنا 20 مثلا. ها هي من هنا لهنا عبرت 20، غادي نهبط ب 3 سنتيم وغادي نطيح الكتاف ديالي، تفهمنا؟ غنجي من هاد النقطة غنعبر ارتفاع الأمام، عندي فيه 40، غنحطها ها هي 40 صافي. غادي نحاول نقص شوية الكتاف باش اسمو، حيت على حساب القاغيط. غادي نعبر دورة الصدر، مثلا دورة الصدر هي هادي، دورة الصدر القاعدة ديالها دورة الصدر مقسمة على 4، أي ها هي دورة الصدر مقسمة على 4، غير هنايا هنا كنزيد زائد واحد. إلا مبديش ديري زائد واحد، شوفوا كل واحد كيفاش كيشد القياس، كيفاش كيشد العبر، كاين اللي كيشد وافي، كاين اللي مكيشدوش وافي صافي. هنايا من هنا لهنا عندي دورة الصدر مقسمة على 4 زائد واحد الخياطة. هاد العبار اللي عندي هنا كنطلعو كنحطو هنا، كندير بهذا الشكل هذا. العبار اللي عندي من هنا لهنا كنعاود نحسبو من هنا لهنا، هاد الخط كنسميه خط الكتاف صافي. دابا غيبقى ليا التركيز ديالي، هاد الخط هذا الدور ديالو كنحط عليه التركيز، القاعده ديال التركيز، التركيز تساوي الكتاف مقسومين على جوج زائد جوج. الا كانت الكليانه رقيقه كنحيد هاد جوج ولا كنزيدها لواحد، ولا كانت الكليانه بيضه كنزيد 4 حتى 3 صافي. كيفاش كندير لهاد التركيز هذا؟ غنخدمو ب 22، كنشدو بهذا الشكل هذا، كنحط الواحد فوق من هاد الثلاثة هادي، وكنقلب على هاد 20 فين كاينة، كنميل السنتيم، كنحط
واحد فوق هنا ياك، وكنقلب عليها فوق هذا الخط هذا فين جاتني. مثلا نديرو حنا هي هذه، هذه هي 22. اللي متمكنه راه كتجيو كدور، اللي ما متمكناش هكا كندير انا البنات اللي كيقراو عندي كنديرو مستطيل بحال هكذا، وكتجي لهنا وكديري دائره بحال الشكل ديال قاعده السروال. صافي عندي هنا كندخل بجوج وكن ندير السنتراج ديالي، هذا هو الفوق ديالي. بقات لي نقطه واحده اللي مهمه مهمه، هي هنا ملي كتكون عندي التقطيعه كنطلع بجوج صافي، وكندير هنا النص وكنديها بهذا الشكل هكا تكون شويه دايره. ملي كتكون عندي التقطيعه دائما كنطلع بجوج سنتيم صافي، وغادي نقطع داك جوج سنتيم اللي كنطلع بها في التقطيعه. الدور ديالها انها ما كتخليش ليا البياسه نازله من الجنب. صافي ها الامام، الخلف غادي نهز واحد، هذا الخلف نخلو هذا الخلف وهذا هو الامام. الامام غنزيد عليه اضافات، اشنو هما؟ غادي نشوف انايا اشنو باش غادي نفيني. صافي غنهبط ب 10 ولا 8، 10 8 قليله حيت محلول، نهبط ب 10 و10 كنهبط بها وكنجرب براسي. راه الريوس كلشي كيكونوا قد قد، كاين المره اللي كيكون راسها غليظ عادي بوحدها. المهم كديري 10 وكتجربي، انا هكا كندير، كندير 10 وكنجرب، الا ما دخلش ليا راسي كنعرف راس الكليان راه ما غاديش يدخل. صافي كنقطعها، وعندي واحد العبار واحد الاضافه كنزيدها هنا، كنجي للنص ديال التركيز وكندخل بجوج وكن نحفر، كنقول حنا كنحفروا كتحيديها هذه حتى هي ضروري كتحيدي، الا ما تحيداتش كتجي بياسه ما كتجي زوينه في الشوفه. ردوا البال راه ما نقطعش انا، ما نقطعش انا، راه كنقطع غير ديك لا بارتي لوسطانيه داك الوسط. صافي بهذا الشكل هذا نقطع الامام، ورد الامام كنتمنى باش ما نكونش كنزرب. انا الا كنت مع البنات في المعمل كان علاش، حيت كنكون انا اصلا ديجا شارحه ليهم. ملي كنكون كنطبق على الثوب كنكون غير مراجعه بحال الشكل ديال المراجعه، داكشي علاش كيقولوا لي. المهم الا تفرجات الفيديوهات تقدر نجيها كنزرب ولا. صافي ها الامام، امام ها الخلف. صافي بقى لي الكم ديالي. الامام ما كنرخيش حتى تنعبروا، حتى تنعبروا كنعبر الدوره ديال التركيز. نحيد هذا الخلف كنشد التركيز وكنعبروا بهذا الشكل هذا، كندور معاه بهذا الشكل هذا. العبار اللي عطاني كنقيدو حدايا، مثلا عطاني 29 تركيز كنحطها حدايا وكنمشي للكمام. الكمام كنخرجهم هي من هذا الشيء اللي شاط ليا هنايا. كنتني الثوب ديالي على 4، هادو راه جوج صافي، كنعاود نتني على 4. ومني كنتني بهذه الطريقه هكا كندير ها كنمس بيديا ياكما هربا ليا الثوب من الداخل. صافي وغادي ندير الكمام، راه دايره انا درت فيه الكمام هير بوحدهم، الكم والقب حيت كاين اللي كيلقى مشكل في الكم والقب. غادي نقاد الثوب ديالي هو الاول، دائما كتقادي الثوب حيت كيقدر كيكون هنايا ديكالي داير. واحد طالع واحد نازل، غادي نجي من هنا لهنا غادي نعبر 13 ولا 15، من هنا لهنا ما بين 13 و 15، ما باش نكتب هنايا بزاف على حساب باش ما تخربقوش. كنهبط يا اما ب 13 ولا ب 15، غادي نسطرها صافي. اللي بغات تشوف الكم مزيان راه محطوط في القناه، هاد 29 ها في غنحطوها، غادي نعبرها بهذا الشكل هكا، غنعبرها هكذا فهاد الخط هذا فين مثلا. دابا نقولوا انا بنخدم على 5، غادي نحط 5 هنا وغنشوف فين جاتني. صافي فين جاتني 29 على هاد الخط، يا اما تجيني هنا ولا تجيني هنا ولا تجيني هنا. نحاول نخدم انا على 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 هاد النقطه هادي. دابا هادي هي الطول ديال التركيز ديال الامام، راه كنعبر التركيز الامام راه ماشي التركيز ديال الخلف. هاد الخط هذا كنقسمو على جوج صافي، كنقسم هنا عاوتاني على جوج، كنقسم هنا على جوج. هنا هاد التحت جيت التركيز كنهبط بواحد، والفوق جيت الكم جيت الكتف كنطلع بواحد وكان نصير النقاط بهذا الشكل. هذا راكم معصري ماشي كم عادي. صافي غادي نجي من هاد النقطه هادي غادي نعبر طول ديال الكود، طول الكود راه كاين في اخر المقاسات،
مثلا عطاني هذا العبار هذا، غادي نسطرو وغنحط عليه دورة الكود، دورة الكود مقسمة على زوج زائد واحد الخياطة. هذا العبار هذا دورة الكود مقسمة على زوج زائد واحد الخياطة هي هذه. غادي نمشي ديريكت، يا اما كتمشي ديريكت ولا كتجي للنص وكتدخلي بواحد شويه، هي بحال كديري كويسه وصافي، وكتردي البال لا تكون الكليانه يديها غليظه بلا ما تدخلي لها هنايا. صافي كنجي عاوتاني كنطلق من نفس النقطه، كنجي عاوتاني لهذ النقطه وكندير الطول الكلي. مثلا الطول لكم هو هذا، كنسطرو كنحط عليه دوره الاسفل لكم مقسم على جوج زائد واحد. صافي وهذا هو الكم ديالي، نقطعو هذا. عندي مقص كبير منين يلا شريتو كان كيجيني صعيب، ولكن دابا ولفت البنات المقص ديال الثوب ما تبقاوش تقطعوا به الورق راه كيخسر. انا غير دابا ما بعد بعيد عليا المقص ديال القاغيت شي علاش خدامه بهذا. شتي كيفاش كيجي؟ كيجيكم مزوين، كيجيكم مزوين عصري، كيجي زوين في اللبسه. صافي ساليت، بقى ليا الكول. كيفاش غادي نفيني؟ كيفاش غنفيني الكول؟ كنفيني بالبيي، طريقه البيي ياك، كندير خط بحال هكذا وكنعبر 3 سنتيم وكتا هي كندير ليها بحال هكا وكنقطعها. الطريقه ديال الخياطه ديالها ان شاء الله شي مره نحطها لكم في القناه. صافي هادو هما الدروس. صافي الدرس على قربنا نساليوه، ها هو الامام ها الخلف ديال الصايه. اول حاجه غنحاول نبي نوريكم دغيا المونتاج غير هنا في الورقه. كنخيط هذا مع هذا، امام مع الامام بهذا الشكل هذا، كنجيب النص مع النص ياك وكنخيط هذا مع هذا. الا كاع جاتكم الصايه شويه كبيره كديري بليا الصايه كتجي زوينه، كديري بليا كندير الوجه مع الوجه وكنخيط. كنجي الخلف حتى هو كندير حتى هو نفس الطريقه، كندير الوجه مع الوجه وكنخيط. صافي وكان كيكونوا عندي بهذا الشكل هذا. صافي كنخيط الكتاف مع بعض، كتاف مع بعضهم هما الاولين. هادي كنجي كنمونطي الكمام، الكمام دائما كنبدا من الوسط ديال الكم، كنخيط الامام بوحدو والخلف بوحدو. صافي ملي كنخيط هنايا هاد الدوره ديال التركيز كنجي من هنا من الكم، من هاد الكم هذا، وكنهبط خياطه وحده من الكم، كنهبط لعند الامام والخلف وكنهبط لتحت. حتى الا جات الكليانه وبغات دير السياج، اشنو هو السياج؟ السياج هو كتجي كتقيس. صافي ملي كتجي كدير لي السياج ما كيلقاش عندي كثرت الخياطات، صافي خياطه وحده نازله عندي من الكم للامام والخلف للصايه، كنجي كندخل في الخياطه. صافي وهذا هو الدرس ديالنا. مثلا بغيتي ديري مثلا هذا الفرفر هذا كتخليه بحال هكذا ياك، كاضافه كنخليه بحال هكذا، وهذا العبار اللي عندي هنا كنديرو هنا بهذا الشكل هذا بحال هكذا. صافي وكنقطع، اصلا هو راه كيكون مقطع مدور، وكنجي كنجيب البلاصه الصغيره عند البلاصه الكبيره بهذا الشكل. الورقه كتكون شويه قاصحه. صافي هذا هو الفريفيره ديال الامام والفريفيره ديال الخلف. كتجي في ديك اللعيبه الفوقانيه شتي، كتجي زوينه، كتجي في ديك اللعيبه الفوقانيه اللي كتكون شايطه. ايوا يا البنات سالينا الموديل. صافي هذا هو الموديل ديالنا، شتي كيفاش كيجي وراه كيعطيك الكلوش لتحت. هذا الموديل هذا صراحه كيعجبني بزاف، كيجي مع المراه الغليظه، المراه الرقيقه، كضربي ليه سميطه من الجناب كيجي خطير. في درتيه في لون واحد، درتيه في لون مزوق، كيف ما درتي ليه كيجي زوين. كنتمنى الدرس يعجبكم البنات، وكنتمنى تشتركوا وتزيدوا ديروا لي كومونتير زوينين باش حتى انا نتشجع نبدا نحط الدروس. الا شفت القناه هامده راه حتى انا غادي كي كيقولوا غنرجع للور وندخل سوق راسي ونخقر عيالاتي ونجلس. كنتمنى الدرس يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.